من غزة معنا مراسل العربية أسلام عبد الكريم. أسلام، ما الجديد حول هذا الهجوم؟ الجديد هو أن الجيش الإسرائيلي أعلن انتهاء تبعات هذا الهجوم على الأراضي الإسرائيلية، لكن تبعاته لم تنتهي بما يخص الأراضي الفلسطينية. فكما تحدث المتحدث باسم الحكومة المقالة في غزة، فإن الحكومة الفلسطينية اتخذت قرار بإغلاق كافة الأنفاق الحدودية بين مصر وغزة، ما أثر سلبيا على الوضع الميداني في قطاع غزة، حيث هناك اكتظاظ من قبل المواطنين على محطات البنزين للالتحاق وتعبئة ما يمكن تعبئته. هذا جانب. من الجانب الآخر أيضا أبلغنا من وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أن السلطات المصرية قررت إغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر، هذا أيضا بما يخص الوضع الميداني. أما سياسيا فتوالت ردود الأفعال من كافة التنظيمات الفلسطينية التي تدين وتستنكر هذا الهجوم الذي أودى بحياة 15 جنديا مصريا، وقالوا أن هذا عملا يضر بالأمن الفلسطيني كما يضر بالأمن المصري وقوات الجيش المصري. هل من أنباء أو هل حديث أن خاصة أن الحكومة المصرية قالت أو الجانب المصري قال أن المهاجمين قدموا من غزة؟ لم يتضح حتى هذه اللحظة الجهة التي انطلق منها المهاجمين لنقطة الجيش المصري سوى ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الذي قال أنهم قدموا من داخل سيناء وقاموا بمهاجمة النقطة الحدودية وصولا إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن نقطة البدء التي قاموا أو انطلقوا منها نحو هذا الهجوم لم تتضح بعد. ويعني وأيضا هناك يعني وجود لتلك الجماعات الجهادية سواء في سيناء وسابقا أيضا في قطاع غزة، فالجزم بالمكان الذي انطلق منه هؤلاء المنفذون حتى الآن لم يتم التأكد منه، وإن كان أيضا هناك حدث في شهر يونيو الماضي في أواخر يونيو الماضي هجوم بدأ من سيناء وكان على أيدي جماعات تنتمي للقاعدة شنته من سيناء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ولكن حتى اللحظة لم يتم معرفة الجهة التي قامت بهذا الهجوم أو النقطة التي انطلقوا منها باتجاه النقطة التي تتبع إلى الجيش المصري. شكرا لإسلام عبد الكريم مراسل العربية من غزة.